أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد هناك شيء يعتبر كفرا غير الشرك؟ نعم، الكفر والشرك. الشرك أن تجعل مع الله إلها آخر، أن تدعو مع الله إلها آخر، هذا الشرك. وأما الكفر فهو الجحود، الجحود هو الذي لا يؤمن بالله عز وجل، لا يؤمن بالله، وإنما يؤمن بما عليه الناس، ويرى أن هذه الأمور ليست من الله وإنما هي من الناس أو من الطبيعة أو ما أشبه ذلك، يسند الأشياء إلى غير الله. نعم.